فيقول الله سبحانه وتعالى في قصة من قصص الكتاب العزيز: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه قصة المائدة التي تنسب إليها سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة. وذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست موجودة في الإنجيل، وأن النصارى لم يعرفوها إلا من المسلمين، والله أعلم. وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين، أي ألهمتهم أو أوحيت إليهم على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ما هو الإسلام هذا؟ وما معنى قول الله سبحانه وتعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما معنى قول الله سبحانه وتعالى: يحكو بها النبيون الذين أسلموا. وما معنى قول بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وما معنى قول إبراهيم، قول الله عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وما معنى قول يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا كان هذا كله هو الإسلام، فما هو الفرق بينه وبين ديننا إذن؟ وعندنا الآن قول الله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ذكر العلماء رحمهم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص، فقال: إن الإسلام العام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم لله ولغير الله كان مشركا، ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا. والاستسلام له وحده هو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وحده لا شريك له. هذا الإسلام العام. هذا الإسلام هو دين جميع الرسل، لهذا المعنى دين جميع الرسل، يعني كلهم متفقون على الإسلام بهذا المعنى، الاستسلام لله وحده. دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولكن تتنوع شرائع الأنبياء وتختلف الأحكام الشرعية أو الفقهية فيها، وإن كان دينهم في الأصل واحدا وهو التوحيد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: إنهم إخوان علات. قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. فما معنى إخوة لعلات؟ العلات في اللغة أبناء الرجل الواحد
من نساء شتى. فإذا كان هناك رجل واحد تزوج عدة زوجات وأنجب من كل زوجة أولادا، فإن هؤلاء الأولاد يكونون إخوة علات، ليسوا إخوة أشقاء من أب وأم واحدة، لكن من أب واحد وأمهات مختلفات، فيقال هؤلاء إخوة لعلات. هناك إخوة لأب وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الإخوة لأب إخوة لعلات. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الأنبياء بإخوة العلات من جهة أن الأب واحد والأمهات مختلفات، كأن الدين واحد، العقيدة واحدة، التوحيد نفسه، لكن الأحكام تختلف. فإذا لو قال واحد ما هو الفرق بين الإسلام الذي نحن عليه دين هذه الأمة الإسلام، وبين الإسلام الذي هو دين موسى وعيسى ويعقوب وأبناء يعقوب، ما هو الفرق؟ فيقال الدين بمعناه العام التوحيد هذا، والدين بمعناه الخاص الدين الخاص الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام إسلام جميع الأنبياء، الإسلام الخاص هو هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أمته آخر الأمم آخر الأمم. ولذلك لو قيل الموحدون قبلنا هل هم مسلمون، فيقال بمعنى الإسلام العام نعم، والإسلام الخاص هو دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرق إذن بين الإسلام العام والإسلام الخاص. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. الحواريون هم الأنصار، كل من ناصر النبي فهو حواري له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الأحزاب قال من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. رواه البخاري ومسلم. كل نبي له صحابة، كل نبي كان له أصحاب يقلون ويكثرون، منهم الحواريون الذين كانوا مع عيسى. قالوا لعيسى هل يستطيع ربك، وفي قراءة هل تستطيع ربك، تستطيع أنت أن تطلب من ربك أو تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. المائدة الطاولة والخوان الذي عليه الطعام، ما يسمى مائدة بدون الطاولة بدون أكل ما تسمى مائدة في اللغة. فإذا واحد قال هات المائدة وما عليها شيء يقال هذا غلط في اللغة غلط. المائدة الخوان أو الطاولة التي عليها الطعام، بدون طعام لا تسمى مائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. هنا اختلف العلماء، هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله، وما معنى سؤال هل يستطيع ربك؟ هل يستطيع، كلمة هل يستطيع تدل على أنهم يشكون، أو أنهم أرادوا أن يرتقوا بإيمانهم كما قلنا في قصة الرجل الذي مر على قرية وإبراهيم عليه السلام. والرجل الذي مر على قرية قلنا الراجح أنه كان كافرا، ولما أراه الله الآيات في نفسه وحماره وطعامه أسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب، هل يستطيع ربك. ويؤيده قراءة هل تستطيع ربك، هل تستطيع سؤال ربك. وذهب آخرون من علماء لأنهم كانوا شاكين في قدرته
واختار هذا القول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وأيده بقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فرأى ابن جرير رحمه الله أن هؤلاء خالط قلوبهم شك ومرض، وأنهم سألوا ذلك اختبارا، وأن الله كره سؤالهم وأمرهم بتجديد الإيمان والتصديق بعيسى عليه السلام. وقال يعني مما من أسباب التي قالوا إن الحواريين شكوا فعلا، أن عيسى استعظم السؤال وقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقال قوله اتقوا الله يعني لا تسألوا هذا السؤال، عسى أن يكون فتنة لكم إن كنتم مؤمنين، لأن المؤمن يحمله إيمانه على ملازمة التقوى والانقياد لأمر الله، ولا يقترح الآيات، لا يقترح آيات ومعجزات، لأنه لا يدري ماذا سيكون بعدها. فذكر الحواريون أنهم طلبوها لأربعة فوائد، لأربع فوائد وأربعة أسباب. قالوا: نريد أن نأكل منها لحاجتنا للطعام، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها من السماء ويرتقي إيماننا، كما قال إبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، كما قال عن إبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. والثالث: ونعلم أن قد صدقتنا فيما جئت به، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد بأنها آية ومعجزة من الله تدل على صدقك يا عيسى، وأنك نبي من عند الله حقا. فيكون في ذلك مصلحة لمن بعدنا، عندما تأتي هذه المعجزة لك يا عيسى ابن مريم. فأجابهم عيسى إلى طلبهم، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، نتخذ يوم نزول المائدة عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا، وآية منك. طبعا لما جاء دين الإسلام نسخ الأديان ونسخ دين عيسى ونسخ الأعياد، وما بقي إلا هذان، ما بقي إلا هذان العيدان. قال: وارزقنا نتخذه تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك، معجزة ودليل على قدرتك، وارزقنا من عندك هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. فسألها عيسى ليكون نزولها لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين تكون آية ومعجزة باقية، ومصلحة الدنيا بأن تكون رزقا. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه كفر بعدما رأى الآيات، مو رأى المعجزة، وهذا الكفر يكون عظيما عند الله. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وفرعون وآل فرعون. هل هو من طعام أهل الجنة أو هو من طعام أهل الدنيا؟ هل هو سمك وخبز أو ماذا؟ أو من ثمار الجنة؟ لكن هذا الاختلاف لا يضر، وليس من ورائه طائل، ولا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به، لأن المهم الإقرار بأن المائدة نزلت من السماء وعليها طعام كما هو ظاهر التنزيل. ثم إن العلماء اختلفوا هل نزلت أو لا، فقال بعضهم مثل مجاهد والحسن إنها لم تنزل، وثبت ذلك عنهما، وأنه لما قيل الحواريين: فمن يكفر من بعده أو فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، قالوا: لنا لا حاجة لنا فيها،
وقال بعض هؤلاء أن خبر هذه المائدة ما هو غير معروف عند النصارى، لكن جمهور المفسرين قالوا إن المائدة نزلت، واختاره ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم من العلماء، وذكروا آثار عن السلف أنها نزلت فعلا، نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى، وقالوا هذا ظاهر القرآن العزيز، قال الله إني منزلها عليكم، إذن ستنزل، نزل. وأما عدم ورود القصة في الإنجيل، قالوا الإنجيل أصلا محرف، ويحتمل أنهم تناقلوا خبر المائدة جيلا عن جيل بدون ما يذكر في الإنجيل، ويدل على هذا قولهم ونكون عليها من الشاهدين، نحن نشهد ونخبر، نشهد المائدة ونخبر الآخرين. ويحتمل أن تكون في الإنجيل ومن وكان من الأشياء التي حذفت. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. لقد كانت هذه القصة أيضا فيها ميزة لصحابة نبينا، إذا ما قرنا أصحاب نبينا بهؤلاء فإنهم لم يكونوا يطلبون الآيات والمعجزات. يعني بنو إسرائيل سألوا موسى آيات ومعجزات، والحواريون أصحاب عيسى سألوا آيات ومعجزات، لكن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون ذلك، لإيمان قلوبهم واطمئنان نفوسهم وتصديقهم بنبيهم، فلا يحتاجون إلى آيات. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، قال وتفعلون؟ لكن طبعا هؤلاء كفار، قالوا نعم، فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال بل باب التوبة والرحمة. كذلك يظهر أدب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم معه، أنهم ما كانوا يقولون يا محمد أو يا محمد بن عبد الله، وإنما كانوا ينادونه يا نبي الله يا رسول الله. أما أصحاب عيسى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم باسمه المجرد، وقد أدب الله أصحاب نبينا فقال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد باسمه مثل ما تنادون أي واحد منكم، قولوا يا نبي الله يا رسول الله. هؤلاء الحواريون كان لهم مع عيسى عليه السلام قصة، كان لهم قصة، وهذه القصة روى جاءت عن ابن عباس بإسناد صحيح، لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة، 12 مرة، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا، فقال له اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. إذن اغتسل عيسى وأخبر أصحابه الذين معه أن منهم من سيكفر به،
وطلب واحدا منهم يلقى عليه شبه عيسى، وكان المتطوع لهذا واحد من شاب صغير في السن أصغرهم سنا 3 مرات حتى عينه عيسى، وألقي شبه عيسى على هذا الشاب. ثم إن الله عز وجل رفع عيسى من فتحة في السقف روزنة في البيت إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود. الطلب من اليهود تفسر قصة أخرى أن اليهود آذوا عيسى عليه السلام بكل ممكن، حتى جعل لا يساكنهم في بلد وينتقل هو وأمه، حتى أن اليهود سعوا إلى ملك مشرك في ذلك الزمان وشوا بعيسى وافتروا عليه، حتى أن ذلك الملك قال لنائبه خذه واصلبه، وضع الشوك على رأسه. فبدأ البحث، هم اليهود مع هذا النائب يبحثون عن عيسى، وعيسى كان في المنزل مع 12 رجلا من أصحابه، قيل كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر، فحاصروهم في البيت. فقال عيسى لمن معه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقال ذلك الشاب: أنا. 3 مرات وفتحت روزنة في سقف الباب أو البيت، فأخذ عيسى عليه السلام إلى السماء. وتكملة القصة من رواية ابن عباس: فأخذوا الشبيه فقتلوه، دخلوا اليهود ومعهم هذا النائب أو هذا الجنود جنود الملك، وأخذوا عيسى الذي يظنونه عيسى وصلبوا، قتلوه ثم صلبوا، ربطوه على الصليب. فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق. فقال الطائفة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية، هؤلاء أكثر النصارى، أكثر فرقة في النصارى اليعقوبية، الذين يقولون إن الله كان بنفسه في الأرض ثم صعد إلى السماء. وقالت فرقة: هو ابن الله، كان فينا ما شاء ثم رفعه إليه. وقالت فرقة: كان عبد الله ورسوله ثم رفعه إليه. فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلمة الموحدة، فقتلوها حتى لم يعد من المؤمنين بدعوة عيسى والتوحيد إلا قلة قليلة جدا من الناس. فلم يزل الإسلام طامسا، يعني دين التوحيد، حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن الذي حصل بعد عيسى لما ألقي الشبه على ذاك الشاب وأخذ وقتل، وقالت اليهود: نحن قتلنا عيسى وصلبناه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على شخص آخر فأخذ وقتل، وأما عيسى فقد رفعه الله إليه. وسينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن في ناس من أهل الكتاب سيؤمنوا بعيسى قبل أن يموت عيسى، وعيسى ما مات، متى سيؤمنون به؟ بعد ما ينزل. فعند نزول عيسى سيحكم الأرض بالإسلام ولا يقبل الجزية، إسلام ولا القتل، إسلام أو السيف، ما في جزية. فعند ذلك كل النصارى الموجودين الآن واليهود ما عندهم خيار، إما الإسلام وإما القتل. ولذلك يأتي وقت على الأرض كلها كل أهل الأرض مسلمون، ما في أحد، من الذي الذي يظهر كفره يقتل، ويكسر الصليب ويذبح الخنزير
فلا يبقى في الأرض ولا صليب ولا يبقى في الأرض ولا خنزير ولا يعبد إلا الله. خلاص كل الأرض الله يعبد الله في الأرض. وعند ذلك توضع الجزية، أصلا ما في أحد يأخذ منه الجزية، ويهلك المسيح الدجال في زمن مسيح عيسى بن مريم. وإذا صارت الأرض كلها إسلام ما في شرك ولا كفر، زالت كل الأضرار والشرور والعداوات، حلت البركة والخير والرزق الوفير. فترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات. صبيان يلعبون بإيش؟ بالحيات، مو الآن. فيمكث عيسى في الأرض 40 سنة حتى يتوفى ويصلي عليه المسلمون. إذن عيسى عليه السلام لم يمت بعد، موجود في السماء، وقد قابله نبينا صلى الله عليه وسلم. متى قابله؟ في المعراج. في أي سماء؟ في السماء الثانية قابله نبينا عليه الصلاة والسلام. سيقاتل مع عيسى أصحاب صحابة، في جيل، يعني سيأتي جيل في الأرض فيه خير عظيم جدا جدا. الذين يقاتلون مع عيسى هؤلاء ناس يعني من أهل الإيمان والدين، صحابة نبي، أليس سيلقوا نبيا ويصحبوه ويقاتلوا معه؟ صحابة. طبعا بالنسبة للنصارى ظنوا أن نزوله ومجيئه مرة أخرى إنما يكون يوم القيامة، فغلطوا في مجيئه الثاني كما غلطوا في مجيئه الأول، حيث ظنوا أنه الله أو ابن الله. اليهود أنكروا مجيئه الأول وظنوا أنه غير المبشر به، وصاروا ينتظرون غيره، وإنما بعث إليهم أولا فكذبوه. فجاء القرآن بالحق من أمره، وأنه باق حيا في السماء عليه السلام، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم وخرجوا عن الحق. فاليهود ينتقصون عيسى ويرمونه بالعظائم، والنصارى يطرونه ويرفعونه فوق منزلته، فادعوا له الربوبية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والنصارى لما لم يؤمنوا بنزوله قبل يوم القيامة لم ينفصلوا عن شبهة اليهود المأخوذة من نعت زمان المسيح المذكور في التوراة. والمسلمون واليهود والنصارى، يقول ابن تيمية، متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال، يعني لها الخبر، المسيح الدجال موجود عند اليهود والنصارى كما عند المسلمين. ومتفقون اليهود والنصارى والمسلمون على أن مسيح الضلالة له آيات، وعلى أن مسيح الهدى سيأتي أيضا. كل ثلاثة متفقون أن مسيح الهدى سيأتي أيضا. والنصارى متفقون على أنه عيسى، واليهود تنكر ذلك مع إقرارهم أنه من ولد داود، قالوا لأنه تؤمن به الأمم كلها. والنصارى يقولون إنه سيكون يوم القيامة، سيأتي يوم القيامة ليجزي الناس بأعمالهم. أما المسلمون فيؤمنون بما أخبرت به الأنبياء على وجهه دون تحريف ولا تبديل، ونزوله سيكون في آخر الزمان، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
أي سيعاينه. أصلا عندما ينزل عيسى لا يحل لكافر يجد ريح عيسى نفس عيسى إلا مات مباشرة، وإن ريحه ليوجد عند منتهى طرفه أقصى نظره سيكون ريحه واصلا هناك. فإذا أول ما ينزل عيسى عند المنارة البيضاء وهي من مآذن الجامع الأموي الآن في دمشق موجودة، عندما ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كل الكفار في دائرة نصف قطرها مدى نظر عيسى سيموتون مباشرة كلهم. ثم بعد ذلك يبدأ الجهاد، يبدأ مشوار عظيم في الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم.